السلام عليكم بدا مساء النور، معكم هند بن جبارة ممثلة مغربية بالنسبة للمناظر اللي كتعرف عليا. أنا اليوم متواجدة في مسرح محمد الخامس في الدورة الثالثة ديال مهرجان أفري فاطا، اللي الحمد لله تم الاختيار ديالي وشرف كبير ليا أنه يكون التكريم ديالي في هذه السهرة الجميلة اللي بنكهة مغربية وإفريقية في نفس الوقت. بصراحة هو المرور ديالي عنده جميع الأبعاد، أول شيء كفنانة كممثلة، وثاني شيء كمبتدئة في عالم الموضة. يعني درت الماركت ديال البلدي المغربي اللي حنا كاملين كنفتخروا به، سو كرياسيون، اللي كنتمنى أنها تكون كتعبر على الثقافة ديالنا، حق التعبير، وأن أننا من خلالها نمروا للتراث المغربي الزوين اللي خلاو لنا جدودنا وأبائنا واللي حنا كنفتخروا به وديما كنلبسوه في كاع المناسبات. وحنا كنشوفوا حتى تبارك الله يعني السياسيين المغاربه ولا الاميرات الله يحفظهم حتى هما، كلهم ديما تيحرصوا انهم يلبسوا القفطان واللباس المغربي اينما حلوا او ارتحلوا. فوالا، واللي زوين عاوتاني هو ان هذا المهرجان هذا هو تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو، فما نمكن لي الا نكون فرحانه بزاف ونكون فخوره بهذا التكريم. الجديد كاين جديد في المسرح بزاف، كاين مسرحيات اللي انطوني ان شاء الله نهار 8 ونهار 12 غادي يكون غادي نلعب مسرحيه ديال تحت الليل في مراكش الدوديات. مرحبا بالناس مراكش يجي يتفرجوا فينا، وفي هذا الشهر يعني 8 و12 في هذا الشهر. وكاين مسلسل ان شاء الله اللي غادي نبدا التصوير ديالو في مدينه فاس، حتى هو من دابا واحد 15 يوم ان شاء الله غادي نبداو، ولا يمكن كاع قبل النهايه ديال المسلسل المكتوب. كيف ما كانت الصراحه مفاجئه للناس، كانت مفاجئه حتى ليا، لان انا ما كانش واحد الحس، ما كانش جازمين في هذاك النهايه واش غتكون هكاك ولا غتكون بطريقه اخرى، فتا انا تفاجئت بحالي بحالهم. واكيد السيناريو اللي كتبته تبارك الله فاتي اليوسفي، اللي كنوجه لها تحيه، صديقه وزميله وموهوبه تبارك الله عليها، فدارت هذيك النهايه هو كان اختيار وكنحييها عليه. انا ما كانش عندي يعني يد على الاحداث، فانا ربما نتسائل على يعني الطريقه ديال اللعب ديالي اكثر من ان نتسائل على السيناريو. ما كنتمنى ان شاء الله اني نعاود نشتغل مع علاء، حيت علاء كعبون من المخرجين الشباب، لان من خيره المخرجين الشباب، لان في المغرب الحمد لله كنوجه له تحيه كبيره، لان كيدير مجهود كبير على الاشتغال على الممثل وعلى اداره الممثل، وكيعطي واحد الاولويه. بصراحة أنا هذا العام كان التواصل بيني وبينه، كانت العلاقة أحسن بكثير من السنة اللي فاتت، فالحمد لله إحنا دابا أصدقاء، وكنتمنى أن هذه العلاقات توج بأعمال قناية إن شاء الله في المستقبل. على شيء كنقول لهم تابعوني في خوخوتاتو، مازال كيدوز على القناة الثانية كل اثنين جوج ديال الحلقات، وكنوجه لكم تحية حب وتحية تقدير، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.